المدير الفني لولايتا ديتشا الأثيوبي أنه كان واثقا من التأهل على حساب الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وشدد على أنه نجح في سحب الفريق الأبيض إلى ركلات الترجيح التي يريدها فريقه. أنا سعيد جدا لأن هذه المباراة لم يكن ولاية ديتشا بالأداء الرائع. الزمالك فريق كبير وقوي جدا، وبالتالي فإن النتيجة اليوم كنت منتظر ذلك لأننا لدي لاعبين يجيدون لعب ضربات الترجيحية. في هذه المباراة فإن اللاعبين والفريق قمت بعمل تغييرين.